واحد يمكن من اهم الاظهره اللي جم في تاريخ الكره المصريه في فتره، فتره الثمانينات دي بعتبرها واحده من اهم الفترات توهجا على مستوى المواهب. في كل مركز من مراكز الملعب تلاقي لاعب موهبه ممكن يكون عمله نادره. الحقيقه انا يمكن لما كنت بعمل فقره الحريف في السادسه كان واحده من الحلقات اللي قدمتها كانت عن النجم الكبير كابتن ربيع ياسين. مهاره ولا اروع، لياقه بدنيه، قوه، قدرات، انضباط، تكتيك على اعلى مستوى، للدرجه اللي تخليك تقول انه لو ربيع ياسين بيلعب النهارده كان يستحق يكون موجود في واحد من اهم واكبر الانديه على مستوى العالم. بيشرفني جدا وجود النجم الكبير كابتن ربيع ياسين معانا في حلقه النهارده من السادسه. عندي موضوعات وملفات كتيره جدا، ارجو ان الوقت يسعفنا ان احنا نتكلم فيها. نرحب بيه في البدايه كابتن ربيع، مساء الخير ومنور الدنيا. يا استاذ حمزه حضرتك منور، وانا سعيد جدا معاك وفي قناه النادي الاهلي طبعا، وموفق دايما وبالتوفيق والى الامام دايما. كابتن ربيع، واحنا بنشوف كده لقطات ولمحات، احنا بنتكلم على مشوار طبعا كبير مع الاهلي ومع منتخب مصر، في لحظات بالتاكيد كانت فارقه في مشوار كابتن ربيع. طبعا يعني افتتاحيه مشوار الاهلي في الافريقي كانت مع الجيل بتاعكم، اول تتويج او ثالث تتويج بقى بعد 57 و59 وغياب طويل لمنتخب مصر بامم افريقيا كان سنه 86 معاكم هنا في القاهره. المشاركه في كاس العالم النسخه التي لا تنسى لمنتخب مصر سنه 90. اهم اللحظات او اللقطات اللي مش ممكن ينساها كابتن ربيع ياسين. هو مشوار كله مع النادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي يعني كيان كبير جدا، اي حد يتمنى في مصر او اي تمام في حتى شمال افريقيا او افريقيا كلها انه يلعب في النادي الاهلي. بتشوف النهارده يعني كيان كبير جدا محترم، يعني حاجه عظيمه جدا، نتائج، تنسيق، ادارات، تنظيم، كل حاجه، روح، تركيز، التزام، كيان بيعمل اضافه كبيره جدا لما يكون كويس واقف لمنتخب مصر في نتائجه. طبيعي جدا لما النادي الاهلي بيمشي كويس يبقى منتخب مصر كويس، لان النادي الاهلي معظم 75% من التشكيل بقى من النادي الاهلي. فده مهم جدا. فانا اتشرف طبعا، لعبت 14 موسم في النادي الاهلي كلهم بعتز بيهم، كلهم على مستوى الدوري، الكاس، افريقيا، حاجات كتيره جدا. احنا كل ماتش كنا بنكسبه بتشوفش الجمهور كان بيجي. احنا عاليين هم حاجتين طول عمرها، اجيال بتسلم اجيال، الكيان، احنا بنخاف على الكيان وعلى الجمهور. طبعا الاداره كانت في ظهر الجميع وموجوده وبتساند وبتخطط وتنظم، كل الادارات ما شاء الله ولا قوه الا بالله، دي حقيقه. فكيان كبير جدا بعتز بكل دقيقه. حتى انا من ساعه ما اعتزلت ابو حميد يعني انا قعدتي كلها في النادي الاهلي، مش في النادي الاهلي، قعدتي كلها في النادي الاهلي، ثلاث ايام اروح العب كوره وقاعد في النادي الاهلي، حياتي انا بيتي جنب النادي الاهلي الشيخ زايد، ما بروحش نادي الجزيره تعودنا. كان زمان بيتك طبعا 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 كان بقى تعود. كابتن كان يجي الصبح يقعد معانا، خد بالك المدربين كنا بنتلم بيتنا، نريح، ننام، نلعب، ناكل، نمشي. لا النادي الاهلي ده، فانا كل دقيقه، مش كل سنه ولا كل بطوله، كل دقيقه قضيتها في النادي اعتقد انا بعتز بيها وشرف ليا طبعا، مفيش كلام. طيب عندي كلام كتير معاك فيما يتعلق باكتشاف المواهب، وانت صاحب عين الحقيقه، الجميع اتفق على رؤيتها وعلى حكمها. عندي كلام عن مشوار الاهلي السنه دي والموسم ده بشكل عام، ووقفه طبعا مع ما تبقى من مشوار، وخصوصا عندنا مباراه مهمه مع ام بي يوم الاربعاء اللي جاي. وعندي قصه الاكتشافات والمواهب والمقارنه ما بين اجيال النادي الاهلي المختلفه، بس خليني او اسمح لي اروح لفاصل ونرجع بعده نفتح موضوعنا ومواضيعنا وملفاتنا مع النجم الكبير كابتن ربيع ياسين. لو حبيت يعني انا ما بحبش طبعا المقارنات، لان كل مرحله ليها ظروفها وليها مقدماتها ومعطياتها اللي اكيد بتختلف عن المرحله الثانيه، وصعب جدا تقارن بين لاعب كان بيلعب في الثمانينات ولاعب بيلعب في الالفيه الجديده. الملاعب اختلفت، طرق التمرين اختلفت، الامكانيات، الكوره نفسها اختلفت، وبالتالي المقارنه هنا في جميع الاحوال بتبقى صعبه. صعب انك تقارن بين مارادونا وبين ميسي، صعب انك تقارن بين دي ستيفانو وبين بيلي، يعني القصه كلها مرتبطه دايما باختلافات واختلافات، لكن في النهايه تبقى المهاره واضحه للجميع. وانا كنت يمكن في الفاصل بسال كابتن ربيع انه الحقيقه انت كنت في البدايه بتلعب باك شمال، يعني في فتره من الفترات ما كنتش ابتديت كمهاجم، لانه كم الاهداف وطريقه تسجيل الاهداف تدل ان هو عنده امكانيات هجوميه كبيره جدا. اللي لفت نظري كابتن ربيع كمان قصه انه انت ادوارك الهجوميه ممكن تبقى اكتر بكتير جدا من الادوار الدفاعيه. ازاي كابتن ربيع ابتدى المشوار وازاي قدر يطور من نفسه، ومين كمان اللي ساعده على ده؟ هو حضرتك، وانا اول توظيف ليا انا كنت مشهور في البلد بان انا كنت موهوب، ودايما بياخدوني في المشات الصعبه، الكره الشراب والكره
في مراكز الشباب والكلام ده في البلد عندنا. أي. ففي مره كده الراجل المدرب كان عندنا بيعملوا ماتشات وديه مع ناس كبيره، فقال لي تعالى خلاص انت انا شايفك تلعب باك ليفت. من ساعتها انا باك ليفت، بس كنت باك ليفت باك ليفت ملفت ملفت فعلا، بطلع واشوط واجيب اهداف ومن صغري حياتك، لحد ما رحت بني سويف في الدرجه الثالثه بقى وبتاعه، وبرضه بقيت اجيب اسجل اهداف وانا عندي النزعه الهجوميه، مش على حساب طبعا الواجب الدفاعي، ولا لان الباك هو باك الاول، دفاع الاول ثم هجوم. أيوه. لكن انا كنت في الوقت المناسب بروح عشان اجيب الجول عشان ما اضربش، ما ينفعش اعري واخد بالك مركزي. أيوه. لان اساسا انا لازم ادافع الاول، بس انت اساسا اوقات كتير جدا بتبقى موجود في قلب منطقه الجزاء. ما في الوقت المناسب دي علمها لي كابتن جوهر الله يرحمه، كابتن جوهر علمها لي في حاجات اتعلمتها. ما خلي بالك الشخصيه الدوليه لازم تتطور. أيوه. ما ينفعش تبقى باك عادي في النادي الاهلي من وجهه نظري. أيوه. الابداع والابهار وتبقى حل من الحلول، الباكين في النادي الاهلي حل من الحلول طول ال 90 دقيقه. مش لازم النهارده اروح اعمل كروس وارجع، لا واجيب جول. انا خلي بالك في اهداف سجلتها في اوقات مناسبه جامده ومهمه جدا مع النادي الاهلي، في اوقات اهداف سجلتها واخد بالك مهمه جدا جدا في الوقت المناسب، كنت بطل في الثوابت بضحك او فاللي اقصده من ساعتها. أي الشوطه دي من زاويه مستحيله، الهيد ده انك موجود هنا بتلعب مكان ده راس حربه يعني. انا هدف، انا جبت بقى، جبت بالتصويب وجبت بالشمال وجبت يمين وجبت بالدماغ كل الانواع، لان انا كنت اخد بالك باجي من تحت في الوقت المناسب. لا صدق ان انا كنت بحاول، وكان بتوفيق ربنا سبحانه مساعد زمايلي مفيش كلام، والمدربين لهم دور كويس وكبير جدا في حياتي في التطوير، وخاصه اثنين مهمين جدا الكابتن جوهري ومستر فايتس، دول طوروا في شخصيتي، وانا بقيت اقعد اتفرج واشوف الباك الدولي واشوف وانظم اموري واكمل واخد بالك استعداداتي، وازاي ان انا لياقه البدنيه تبقى عاليه جدا عشان اقدر اهاجم وادافع. يعني كنت دايما الحته الشمال اللي هناك دي بحبها جدا، اللي كنت بجري فيها كتير. أي. فالحمد لله كله بتوفيق الله ثم طبعا اجيال بتسلم اجيال، وكل باك ليفت جه في النادي العمل اللي عليه وحاول طبعًا. وكل واحد دي حقيقه، فالنادي الاهلي بيساعد طبعا مفيش كلام، النادي الاهلي كان بيساعد، الامكانيات بتساعد، الملاعب بتساعد، المدربين بتساعد، الادارات بتساعد، كله بيساعد، منظومه كلها. والجمهور طبعا يا كابتن ربيع. نعم. والجمهور طبعا، والجمهور ده رقم واحد ده في منظومه النادي. قصدي في عوامل كتير جدا بتساعد اللاعب، اللاعب يبقى نجم زي المدرب بيبقى نجم في النادي الاهلي. يعني مفيش شك انه في كل مركز من ال 11 جم اسماء كبيره جدا، اساطير وعظماء طبعا. لكن في الباك الشمال مين اقرب حد، او مين بتشوفه انه ستايل ابراهيم ربيع سين؟ يعني عندنا عماره جه شويه، عندنا سيد معوض، عندنا جيلبرتو، عندنا الله يرحمه طبعا محمد عبد الوهاب، عندنا دلوقتي علي معلول، انا اسف لو نسيت اسمه طبعا، بس انا بقول على سبيل محمد يوسف طبعا ومحمد سعد. مين تحس انه اقرب حد؟ لا هو كل واحد في مركزه، باك ليفت ليست ليه ستايل معين وبموهبته بيفرض نفسه. أيوه. انما كلهم طبعا اسماء كبيره ولاعيبه. أيوه. عظام مفيش كلام، النادي الاهلي ما دايما بيجيبش الا اللعيبه الكبيره. دي حقيقه، فكل قدوا على اكمل ما يكون، ولعيبه كبيره جدا وكلهم مثلوا منتخب مصر، معناه انها لعيبه كبار. طيب خليني اخد رايك في قصه بقى يمكن كنت بتكلم فيها قبل ما نروح لملف الاهلي، وهي قصه الموهبه اللي قلت مش بس في مصر يمكن على مستوى العالم، مش عارف انت شايفها قلت ولا شايفها ما قلتش، لكن انا لو قلت على سبيل المثال لا الحصر في الاهلي بس، في جيلك انت وحتى الاجيال اللي بعد كده، حجم المواهب اللي كانت موجوده في الملعب قد ايه؟ كانت كتيره جدا، كان عنصر، وفي كل فرق او اغلب فرق مصر. يعني انا فاكر او بسمع طبعا ما شفتش، بس بسمع انه الترسانه كان فيها طبعاً. عتاوله، الاسماعيلي كان فيه عتاوله، الزمالك طبعا فيه نجوم كبيره جدا، والاهلي لما ابص في الملعب الاقي الخطيب ومصطفى عبده وعلاء ميهوب وربيع ياسين وطاهر ابو زيد، وطبعا مش عايز يعني بقول على سبيل طبعا كابتن زيزو، كابتن عامر، كابتن مختار، بتكلم على مواهب كبيره، وطبعا كابتن اكرامي وكابتن ثابت في حراسه المرمى، بتكلم على موهبه حقيقي هي العنصر الاساسي في النجاح. هل بتشوف انه قصه الموهبه دي تراجعت لحساب التكتيك والبدني، ولا الموهبه لابد او لازم انها تكون موجوده في الاول وفي الاخر؟ يعني الموهبه ما بقتش زي زمان، يعني الموهبه قلت، اللعيبه الموهوبه بقت قليله، خد بالك الموهوبه. يعني لو مسكنا العالم كله هتلاقي مثلا، خد بالك مين 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 مع ميسي يعني هتحتار شويه، مين مع رونالدو هتحتار شويه. احنا عندنا زمان كانت المواهب موجوده، وكان كل مدرب بيعتمد على المواهب، مجموعه لعيبه من المواهب بتصنع الفارق وبتصنع البطولات. كان الجانب الخططي قليل شويه عندهم، كان بيهتموا بالجانب البدني والجانب المهاري. أي. المهاري اللي هو عند اللاعب، المهاره حاجه ربانيه دي،
الخطط دي كانت قليل شويه. دلوقتي الجانب الخطط رقم واحد في الكره المصريه الجماعيه عشان هي تقدر تغطي ايه العناصر اللي موجوده اللي مش موهوبه القليله. طب هي المواهب اللي قلت ولا العين اللي بتكتشف المواهب هي اللي قلت؟ لا انا عارف انك ليك تجربه وعارف انك لما كنت ماسك منتخب مصر يعني انك لفيت مصر كلها بتدور على لعيب، هل القصه قصه ان الموهبه فعلا بقت عمله نادره ولا قصه ان طريقه كشف المواهب في الوقت اللي احنا بنعيشه النهارده ما بقتش زي الاول؟ لا ما احنا عندنا مواهب في مصر. انت عايش 110 مليون ما ينفعش 110 مليون ما بعرفش اعمل النهارده 500 لعيب في الدوري الممتاز موهوبين. اقدر ما اقدر النهارده بشيل لعيب الموهوبه زائد كل نادي النهارده لازم يفكر فيه الشباب. انت عندك بس معلش الاحتراف والصناعه النهارده والبطولات والشغل الدولي والمكاسب الماديه بقت النهارده بتستعجل ناس ان يجيب لاعب جاهز ما عنديش وقت. انما انت لو اشتغلت على المواهب ولفيت عشان النهارده تستكشف المواهب. انا يعني انا جيت من مركز شباب للنادي الاهلي وعشان الاداري الناجح عبد البقال الله يرحمه الناجح المخلص الوفي مشوار من بني سويف لاسيوط في عز الحر عشان يجيب الكارنيه بتاعي. لو ما كانش راح كنت اروح نادي تاني. فهو بص موهبه جت في النادي الاهلي لان المواهب كتيره ولا زالت المواهب بس دور واشتغل واسس. انت عندك خلي بالك من تحت التاسيس لازم يكون عليك من ما يكون. ما ينفعش مدرب النهارده اعتزل امبارح امسكه لا الولد الصغير ده محتاج حاجات كتير جدا يا كابتن احمد كتير جدا. لكن عندك المواهب ودي فرصه للمواهب هتلاقي. ما ينفعش النهارده 110 مليون ما لاقيش راس حربه. ما ينفعش ما ينفعش مجبك تلاقي وانت بتجيب من بره الموهوبين اللعيب زي معلول ده لعيب نجم وكبير ولعيب مؤثر وحاجه تفرح ماشي احنا عاوزين واخد بالك يبقى معاه واحد برده وهكذا. لكن المواهب موجوده والشغل موجود وده ممكن يعني يفرق مع المنتخبات. انا بمسك منتخب كل المحافظات بلفها عشان اقدر اعمل منتخب. انت بتعمل منتخب مش من الجيزه ولا القاهره بس كل المحافظات هو ده الصح. احنا مصر مليانه. التعامل عندنا في منظومه الاشبال والناشئين شايف انه الطريقه الامثل ولا الطريقه دي؟ لانه انا بسمع كتير انه فيها مش عايز اقول قصور ولكن مشاكل او ما عندهاش القدره انها تفرز. احنا بنعيش في الدوري فرق بتهبط وفرق بتصعد بنلاقي انه نفس اللعيبه اللي كانت موجوده بس كانت لابسه الوان تيشيرتات ثانيه هي نفس الوجوه اللي ظهر علينا. نادرا لما بشوف لعيبه صغيره بتاخد فرصه، نادرا لما بشوف حتى دوري الدرجه الثانيه بيطلع لعيبه جديده. عايشين في ظل مجموعه محدوده من الاسماء. وفين 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 لما في موهبه بتظهر تقدر تقول انها لفتت الانظار او ممكن تراهن عليها؟ بص حضرتك انا مسكت ثلاث منتخبات اقول لك بالاسماء الثلاث منتخبات انا طلعت فيهم. ما هو كده هو ده الشغل. ثلاث منتخبات فيهم نجوم وموجودين على الساحه ومكسرين الدنيا. ليه؟ عشان بلف واخد بالك وبجيب من الدرجه الثانيه واخد بالك ويبقى معايا وهنا وهنا بلف. والموهبه هي اللي بتفرض نفسها. دي حاجه. الحاجه الثانيه الشغل في القطاعات على مستوى البراعم والناشئين والشباب لازم على اكمل يبقى اكمل عم نكون. انت النهارده الولد خلي بالك في سن ان هو يتعلم مش في سن ان هو ياخد بالك ينافس. تعليم هو التعليم من الاساس. الطريقه بتعلمها له بتعلمه وظائف مركزه بتطور شخصيته فكره بتخش على فكره بقى وشخصيته وعقله. لا انت بقى انت في الاهلي لازم تركز لازم تلتزم لازم تنام بدري لازم تاكل لازم تتعلم لازم ترفع كروس كويس لازم تعمل وانتو كويس لازم تشوط كويس لازم لازم. هو ده الولد الصغير يطلع لك زي الفل. انما بيطلع خلي بالك بحاجات قليله جدا. قطاعات الناشئين في مصر عندنا لازم يكون احسن وافضل وعلى اكمل وخاصه يدار بالطرق العلميه. الولد في مصر علميه هتلاقيه بفضل الله تعالى زي الفل لان عندنا استعداده جيد جدا عندنا كل حاجه المواهب وعندنا خد بالك كل حاجه موجوده عندنا بفضل الله تعالى. بس الناس تشتغل صح والناس توجه صح والولد يطور من شخصيته ويسمع كلام المدرب ونختار له المدرب المناسب للسن المناسب. هو ده القطاعات اللي عندنا في مصر. صحيح. شفت ماتش الاهلي امبارح ازاي؟ وخليني ابدا من الباك الشمال كريم الدبيس. ولد صغير يمكن بيتقدم للجمهور اول سيزون السنه دي. تقييمك لمستوى كريم وامكانياته؟ انا اكيد طبعا عينك او رؤيتك للاعب ناشئ وخصوصا لما يكون في نفس مركزك بتبقى مختلفه فعايز اسمع رايك في كريم الدبيس. كريم انا خدته معايا تونس كان معايا هو اصغر من سنه يعني هو كان اصغر من سن المنتخب. انا كنت ماسك 2001 كريم اصغر من كده 2003 تقريبا. خدته معايا تونس خلاص معناه ايه؟ انه في المنتخب فرض نفسه وكان في دجله. فرض نفسه معناه ان انا هاي لعيب كويس دماغه كويسه كورته كويسه مهارته كويسه. كان محتاج خبرات شويه محتاج ثقه محتاج شغل بدني محتاج 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 كمل
الحمله. لما جه النادي الاهلي شافوا ان بفضل الله زاد طبعا في وسط المجموعه، في وسط التدريب، في وسط الالتزام، في وسط التركيز، في وسط الشغل الصح، في وسط الحياه الاحترافيه اللي هو عايشها لعيب النادي الاهلي. لعيب النادي الاهلي بيعيش حياه، الاداره والجهاز الفني بيوفروا له حياه تساعده على التالق والابداع والابهار. فكريم انا قلت لك جبت كان معايا في منتخب 2001 هو كان 2003 فكريم لعيب كويس وبدايه كويسه امبارح وموفقه باذن الله تعالى، وهيكون له ادوار ان شاء الله مع علي باذن الله تعالى في الفترات القادمه باذن الله تعالى. غير الرباعيه امبارح ايه مكاسب الاهلي من الماتش يا كابتن ربيع؟ انت مكاسبك كتيره. هو انا الماتش سهل، لكن احنا بنتكلم على ايه؟ ان شغل النهارده انت عندك ثلاثه اول مره يبداوا، كان كوكا وكريستو، كوكا وكريم وكريستو الثلاثه دول، ما هو دول مكسب. وقفشه برضو بقى له فتره ما بدأش، وقفشه دول مكاسب زائد. انت الراجل كولر النهارده بيطبق حاجات كتيره جدا، في ثوابت بلعب عليها النهارده، انت خد بالك في ثوابت النهارده، في الكورنر، في 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 طريقه انا بجهزها، كانت تقسيمه كويسه كسبت فيها 7-0 كويسين، وقدمت وعملت وجهزت وديت الناس كلها ودورت وجهزت كل الناس اللي عندي عشان القادم، القادم كتير للنادي الاهلي. مطلوب من مستر كوره النهارده انه يدور اللعيبه انه يجهز للقادم. احنا الاهلي تعودنا، الاهلي كبير طول عمره كبير طبعا. الاهلي اكبر من الماتشات دي، احنا منتظرين ان شاء الله في كاس العالم طبعا، منتظرين في افريقيا، منتظرين في الدوري. فاللي اقصده ان ماتشين مهمين جدا، هو الراجل طبق حاجات فيهم، شاف لعيبه فيهم، ادى فرصه للجميع تالق، عمل شاف شغله، خططه، حاجات كتيره جدا. فبدايه موفقه وبدايه هايله طبعا، ان شاء الله باذن الله تعالى القادم يكون افضل واحسن نادي الاهلي. انا طبعا يعني فرحان زي جمهور الاهلي بالسبعيه، بس في النهايه برده يعني يهمني جدا اقول ان السبعيه دي ما تكونش خادعه لينا، انه برده مع كامل الاحترام لفريق سان جورج ما هوش المنافس اللي اقدر اقيس عليه. انا دايما بقول انه اللي جاي اصعب بدايه من ماتش امبي ان شاء الله باذن الله. ما انا قلت يا استاذ احمد ان الراجل كولر استفاد بالمباراتين، جرب فيهم لعيبه، ماتش ضعيف احنا كلنا طبعا، الاهلي كبير 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 بفضل الله تعالى، خد بالك، جرب، عمل شغل، شاف طريقه، شاف جانب هجومي، شاف جانب دفاعي على المستوى الفردي والجماعي. الثوابت امبارح الاهلي كسب بعرضيات وثوابت، دي اضافات كلها للقادم خد بالك. لكن هي لعيبه النادي اللي عموما خدت الامور بجديه، ودي حاجه كويسه جدا، الروح جميله، الانسجام، حاجات كتيره جدا في بدايه الموسم. اعتقد ان ماتشين الاهلي كسب، الاهلي كسب كتير جدا، وان شاء الله المكسب ده هيفرق معانا في التدوير في الماتشات والبطولات الكتيره باذن الله تعالى. مع التدعيمات اللي عملها الاهلي في موسم الانتقالات الاخير، شايف ايه الفرق بين كره الاهلي مع كولر السنه دي عن الموسم الاول؟ هو طبعا المدرب لما بيقعد واخد بالك بيكون بقى خبره كبيره جدا، وبيعرف اللعيبه اكتر واكتر. لعيب النادي الاهلي كل ماتش ليه بطوله، مش كل مباراه ليه بطوله، وفي نفس الوقت مع طموح الجمهور ومع وجود الجمهور ومع وجود الاداره وطموحها بيطلب الكتير جدا مع الوقت ومع التركيز ومع الالتزام ومع الشغل. انا اعتقد ان الابداع بدا يجي وبدا يرجع وهيرجع وهيبقى موجود افضل واحسن، لان الكولر الثقه بقت كبيره جدا، اللعيبه بقت اكبر، واخد 5 بطولات ما حصلتش من فتره كبيره جدا ما حصلتش. فده كله ده هيخلي اللعيب يبتدي بدايه بفضل الله تعالى ممتعه، بدات ب7 اهداف، بدات بانسجام، بدات بهدوء، بدات بتركيز، بدات بايه؟ بانسجام، بدات ان الاداره في ظهرك وبدعمك. فاعتقد ان الكوره هتختلف، لان لعيب الكوره يكون عندهم استقرار، يكون عنده مدرب عارفه، عارف امكانياته وقدراته، بيطلع افضل واحسن شيء. امبارح شفنا قفشه، قفشه نجم طبعا، هو مان اوف ذا ماتش ونجم المباراه طبعا. نجم، بص قفشه نجم بصراحه، نجم ده بينزل يفكرك بلعيبه زمان. فقفشه ده حاجه جميله جدا بصراحه، حتى لو لعب 20 دقيقه بيعمل لك اضافه في حاجات المدرب بيطلبها منه. فاللي اقصده ان الابداع، وعندك ميزات ان المدرب موجود من السنه اللي فاتت، عندك في لعيبه بفضل الله قدرات. ممكن يلعب جنب امام يا كابتن ربيع؟ ممكن يلعب، ممكن امام يلعب 6 ويلعب 8 قدام، يبقى يقوم بالجانب الهجومي والاثنين يدافعوا مع بعض. فطبعا عندك اسماء، فكل ده هيوجد الابداع. الثقه مهمه جدا، والخبرات مهمه جدا، الانسجام والتفاهم، عندك القوام الاساسي الرئيسي موجود بفضل الله تعالى. عندك حسين الشحات تالق بشكل غير عادي، عندك خد بالك بيرستاو، حاجات كتيره جدا بفضل الله، مكاسب هتخليك السنه دي تقدم كوره جميله للجمهور والكيان باذن الله. مين كان بينافسك في مكانك يا كابتن ربيع؟ لا هو انا ايامي كان احنا بنتكلم على باك ليفت يعني، لا هو كان معايا انا يعني كان بيلعب معايا محمد السعد الاول. انا جيت لقيت الكابتن فتحي مبروك، وجيت لقيت مدحت رمضان. فاول ما جيت كلهم راحوا الجبهه الليبيه
كابتن فتحي اعتزل ومدحت تضيه يمين وبقى يمسك يلعب مساك. كان معانا بدر حامد راح الزمالك مشي. فبعد كده بقى موجود محمد سعد وموجود وكان موجود حازم خالد برضه دخل في هناك في الحيحه وبطل. بقى محمد سعد وبعدين محمد يوسف وبعدين هم دول اللي كانوا معايا تقريبا محمد سعد ومحمد يوسف تقريبا. وسام عربي كان لو انا برضه تحصل ظروف كان بيلعب باك ليفت بعد اوقات. هم تقريبا الثلاثه دول اللي انا افتكرهم كانوا موجودين معايا في مركزي. المنافسه بتبقى صعبه لانه السنه دي لما بتكلم على فرقه الاهلي شايف في كل مركز في عندي على الاقل اسمين وفي بعض المراكز ممكن تقول كمان ثلاثه على اعلى مستوى. المنافسه بتاثر جوه الملعب؟ طبعا النادي الاهلي مطلوب له كده لان انت خلي بالك حجم الماتشات كام ماتش في السنه انت بتلعب في دوري وبتلعب في كاس وبتلعب في سوبر وبتلعب في افريقيا وبتلعب في كاس الانديه وبمنتخبات كمان حجم الماتشات كتير اختلف عن زمان. فطبيعي جدا انت لو ما كانش كم ماتش في السيزون تقريبا يا كابتن ربيع؟ احنا كنا بنلعب كل اسبوع مباراه كل اسبوع ماتش كل اسبوع كل اسبوع لان الدوري كان دوري وكاس بس ما كانش فيه لا سوبر كمان الدوري يعني ما كانش 18 نادي كان 12 يمكن او 14 لا شويه كده ممكن 14 واخد بالك والمنتخبات وكمان ارتباطات المنتخبات ما كانتش كتيره والانديه في افريقيا كانت هي بطوله واحده. فاللي اقصده البطولات بقت كتيره بقى في سوبر وفي عربيه وفي 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 حاجات كتيره جدا وكاس عالم طبعا ماتشات النهارده كتيره جدا. فالماتشات دي محتاجه الاول ومحتاجه اللعيب واثنين وثلاثه كل مركز هو ده الصح. ولو انت ما عندكش اللعيبه دي كلها وما عندكش البديل اللي بيفرق معاك لان البديل خلي بالك لازم يبقى زي الاساسي انت وخلي بالك ممكن لا قدر الله معلول مثلا يحصل له اصابه او تلاقي البديل لانك انت خلي بالك انت بتلعب على بطولات الاهلي على بطوله مش ماتش مع احترامي. فاللي اقصده وجمهور ما بيرضاش انت بتاخد خمس بطولات وشوف لو بس خرجت للسوبر لظروف عدم توفيق الناس زعلت فالاهلي اهلي. فاللي اقصده لا بالعكس انت البديل هو اللي هيفرق معاك طول ما في لعيب واثنين وثلاثه في مركز. النادي الاهلي منافسه النادي الاهلي حب النادي الاهلي ترابط النادي الاهلي كل لعيبته دايما بتفضل الكيان الاساسي اساسي والبديل في وقت المناسب هيجي دوره. هي دي تدوير التدوير كان رائع السنه اللي فاتت. التدوير من مكاسب كولر امبارح السنه اللي فاتت عمل تدوير رائع فرق ما كناش بنحس كهربا بص لقيته فجاه كان بعيد بقى نجم سوبر. شوف حسين الشحات فنش بلعيبه وفنش بفنيات رائعه مع البطولات. فاللي اقصد ان ده طول عمره في النادي الاهلي والنادي الاهلي محتاج اللعيب والاثنين والثلاثه عشان ظروف الماتشات الاجهاد الاصابات الانذارات لقد اي حاجه. فالنادي الاهلي هو ده اللي مطلوب وان شاء الله تعالى كل حاجه هتبقى كويسه الموسم ده وافضل باذن الله. اتعاملت مع كام خواجه؟ كم مدير فني؟ الاساسي الاول اول ما اكتشفني هيديو كوتي مستر هيديو الراجل ده عبقري طبعا عبقري قال لهم ده اول ما شافني في التدريب على طول قال لهم ده وبعدين كالوتشاي المجري ايوه كابتن ماهر همام دايما يكلمني على لا ده اتنين دول حاجه وبعد كده دول ريفي بس ما كملش وبعد كده كان في مدرب يوغوسلافي بس ما كملش برضه كمل مكانه الكابتن انور سلامه وبعد كده فايتس الالماني دول المدربين الاجانب اللي انا عاصرتهم في النادي الاهلي وباقي كله مصري بقى كابتن جواري الكابتن انور سلامه كابتن اسماعيل كابتن سايس الله يرحمه دول كل الكوتشات اللي انا تعاملت معاهم في النادي الاهلي بتبقى في نادي زي النادي الاهلي اوضه اللبس مشكله المدير الفني اجنبي في البدايه واللعيبه بتقراه ازاي يعني انتوا كلعيبه مع بعض لما بيجي لكم مدير فني او جهاز فني جديد اجنبي بتستكشفوه ازاي وبتتعاملوا معاه ازاي؟ هو بص احنا طول عمر النادي الاهلي يعني طول عمر لعيبه النادي الاهلي يعني رجاله وعندهم احنا كنا في الاوضه دايما بنقعد مع بعضينا وما بنديش فرصه لاي صخره لان اوضه لبس مهمه جدا في الحب كنا دايما نروح نصلي الظهر مثلا احنا عندنا ماتش النهارده نروح طبعا نجتمع على الغداء وبعدين نصلي الظهر في المسجد ونقعد في المسجد بعد الصلاه احنا نقعد لوحدينا الكباتن الكبار بقى يوجهونا كان عندك كابتن الخطيب مثلا كابتن مصطفى الناس الكبيره يا جماعه احنا ما عندناش هزار احنا ماتش النهارده احنا بنلعب على بطوله احنا على طول في اوضه اللبس دايما خلي بالك التمرين نقعد الناس الكبيره توعينا يا جماعه لازم نخاف على بعض نحب بعض خلي بالكم اي حد يلعب مهمه جدا دي صفه مهمه جدا وموجوده وراثيه كل الاجيال بتنفذها خد بالك ودي سر بطولات النادي الاهلي اوضه اللبس مهمه جدا جدا فالحب والشعار اللعيبه دايما ان اي حد يبقى موجود كلنا هنلعب بامر الله تعالى الكيان احنا بنتشرف هو ده. فطبعا كان في كباتن كبار كانوا بيساعدونا كتير جدا ودي بقت موجوده طول العمر في النادي الاهلي. لكن اصله للتعامل هنا مع جهاز فني اجنبي لانه ناس كتير بتسال
وانت عارف طبعا كولر يعني من ساعه ما جيت توجهت انتقادات لاداره النادي الاهلي وتم التشكيك في قدرات الرجل نفسه يعني، فكونه يجي في اول سيزون يقدر يحقق الارقام دي وفي النهايه يعني خلينا نبقى متفقين هو موسم استثنائي بكل المقاييس، صعب جدا جدا حد يجي يستكشف فريق ويستكشف قاره اول مره بيشتغل حتى ما عندوش خبره في يعني موسيماني لما تقدر تيجي تقول جه الاهلي عمل ده، موسيماني افريقيا مش غريبه عليه وحافظ فرقها وحافظ بطولاتها فممكن تكون الامور منطقيه، لكن مع كولر القصه كانت مختلفه. طبعا هو الراجل طبعا اصل في عندنا ميزه مهمه جدا خلي بالك، الاداره في ظهر المدير الفني مهم، بتدي له ثقه غير عاديه، خلاص انا ارتبطت بالمدرب ده شكرا بالك. الحاجه الثانيه ان اللعيبه برضو اللعيبه كان ليها دور، لان انت برضو اصل اللاعب الجيد هو اللي بيصنع نتائج جيده طبيعي جدا، قدرات النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي طول عمره مؤدب ومحترم، يعني اللاعب لاعب والمدرب مدرب. دي مهمه جدا احنا بالنسبه للمدرب، فدي حاجه معروفه في النادي الاهلي. بس انت شخصيا كابتن ربيع ممكن تقتنع بمدير فني، ممكن تحس ان المدير الفني ده مزبوط. عنده اللي ممكن يضيفه لك، وممكن تحس العكس، فبالتالي مظبوط يعني هو النادي الاهلي. النادي الحمد لله كان موافق مع كولر، وانا قابلته في اول ماتش ولعبت ماتش ودي وكنت ماسك فريق اسوان، قلت له خلي بالك انت كل بطوله بتشترك فيها الجمهور هيطالبك انك تاخدها. قال لي خد كده، قلت له اطمئن لان انت في ظهرك جمهور كبير جدا، في ظهرك اداره كبيره جدا، في ظهرك لعيبه قدرات هتصنع معاك وهتساعدك. وهو الراجل انا شفت له كان نفسي بقى اقابله بعد الخمس بطولات مش كسر الدنيا، لا هو عامل موسم رائع وراجل هادي جدا، عنده ثبات انفعالي رائع مهم جدا، لعيبه بتحبه، نجح بامتياز في تدوير اللعيبه، في عوده اكثر من لاعب لمستواه، دي مهمه جدا، كان اللعيبه فنشت على احسن ما يكون. أيوة. بخاصه مع السيزون اللي فات، اتكلم عن الموسم اللي فات طبعا. أيوة. وخاصه بعد ماتش سان داونز لقينا فرقه ثانيه، لقينا لعبه ثانيه، روح ثانيه، شغل ثاني، فنيات، بفضل الله الماتش ده فرق معانا جامد جدا، ادانا كل البطولات اللي ممكن. هتجيبني لسان داونز اللي ممكن يكون منافس محتمل، هو اكيد منافس محتمل سواء شارك في السوبر ليج او الافرو ليج او حتى في الشامبيونز ليج، واحد من اقوى فرق القاره ده شيء ما فيش شك منه. بس وانت بتحكي لي كده على اوضه اللبس بتاعت النادي الاهلي وحاله الحب وكلامكم مع بعض ويومكم اللي كنتوا بتقضوه سوا، لسه العلاقات ممتده وفي نفس مستوى من الترابط ولا الدنيا بعتت والدنيا خدت نفسها؟ عشان الحياه يعني الشغل والحياه واللي فيه، لكن احنا عندنا فرقه اسمها فريق الشمس، حد وثلاث وخميس بنجتمع فيه كل الاجيال بتيجي فيه، نقعد مع بعضينا بنلعب فرقه، بنلعب كوره. مين اللي بيجي يا كابتن ربيع؟ بيجي مختار طبعا، بيجي محمد عامر، بيجي محمد رمضان، بيجي ياسر ريان، بيجي محمد عماره، بيجي خالد بيبو، بيجي هشام حنفي، بيجي وليد صلاح الدين، بيجي اجيال كتير، بيجي كتير جدا يعني واخد بالك. لا ده احنا نيجي نصور الماتش. والله طبعا نصوره. طبعا ده نبعت كاميرا تصور. احنا حياتنا في النادي الاهلي. أي. حياتنا، واحنا بقى احنا بنحب النادي الاهلي، بنحب الكانون وبنتشرف ان ننتمي ليه، وبنقعد يعني انا زي ما قلت بنقعد قعداتنا كلها في النادي الاهلي وبنشجع النادي الاهلي وفي مدرجات ما للنادي الاهلي. فهو حياتنا بامر الله ربنا، ولكن في ناس مرتبطه كتير جدا، فبنزور ونتزاور ونجيب بعض ونشوف لا الحمد لله الحياه جميله والترابط جميل جدا، وناس اصيله فعلا، في اصاله غير عاديه حتى طبعًا. اللي مش بيقابلوك في الملعب في تواصل بينك وبينهم؟ طبعا في تواصل مع كابتن مصطفى، وشوبير لعب معانا الخميس، في تواصل مع كابتن مجدي عبد الغني. ايوه طبعا في تواصل طبعا. ما اقدرش هو يوم الخميس اللي فات فوجئنا ان شوبير جه موجود بره، وقفنا اللعب، يلا شوبير العب هنا، تلعب هنا، نزل. الاهلاويه مثلا لما يعني بيحصل فيه يعني كلام على الاهلي من واحد من ولاده او واحد كان من نجم بياخدوا على خاطرهم طبعا، اكيد انتوا كنتوا زملاء في ملعب طبعا، انتوا استقبالكم للقصه بيبقى ازاي؟ وهل بيبقى في بينكم وبين بعض كلام طبعا. ولا المساحه دي مقفوله بالنسبه لكم؟ نسيت اقول كمان زكريا نصف معانا عشان برضه. طبعا. لا طبعا زكريا كان ده، ما حدش يعرف مكان، شوف كل حاجه ولها ظروفها. ايوه كل واحد ولها ظروفه، اللي بيحب النادي الاهلي موجود مش موجود لازم يبقى ابن النادي الاهلي. ما هو في ناس خدت وفي ناس ما خدتش وفي ناس مش موجود، خلاص هو حضرتك النهارده انا مش عشان موجود، لا النادي الاهلي ممنوع ان حد، مدرسه النادي الاهلي مدرسه معروفه، مدرسه العشق، مدرسه الاحترام، مدرسه الحب، هو ده. انا هشجع الناديه بشجع الناديه، ولا يمكن اتعدى حدودي، ده حقيقه. طبعا بيبقى لينا تدخلات مع بعض وتليفونات، وهو ما ينفعش، احنا في ظهر الكيان، ده حقيقه.
فكلنا بنحب الكيان وكلنا بنحترمه وكلنا عاوزين احسن كيان في العالم. واذا كان النهارده اي حد بيعبر بس خلي بالك بيخاف على الكيان، وطبيعي جدا احنا بنتدخل في الوقت المناسب عشان يهمنا كلنا، كل اولاد النادي الاهلي بيهمهم كيان والله العظيم. صحيح. طيب خليني اخدك لمنافسه الاهلي، انت يمكن كنت بتتكلم على سان داونز من شويه على مستوى، واحنا قريبين من السوبر ليج مش بعيد، احنا بنتكلم ايه في ثلاث اسابيع او اقل، ثلاث اسابيع ويبدا مشوار الاهلي في السوبر ليج. شايف البطوله الاولى من نوعها وشايف فرص الاهلي في المنافسه عليها ازاي؟ لا فرص الاهلي رقم واحد. الاهلي دلوقتي احنا الحمد لله من فضل الله علينا مع توفيق الله سبحانه ثم التخطيط والاداريات والتنسيق والمصاريف. الناس فاكره النادي الاهلي بياخد بطولات عشان النادي الاهلي بيخطط، النادي الاهلي بينظم، النادي الاهلي بيصرف مليارات عشان يخاف على اسم الكيان، النادي الاهلي بيجيب احسن القدرات عشان يحقق احسن النتائج، النادي الاهلي بيصرف، النادي الاهلي موفر كل كبيره وصغيره، ده سر نجاح النادي الاهلي. طب هو التفوق محليا ما اعتقدش انه تحدي بالنسبه للاهلي يا كابتن ربيع، وان كنت هاجي لك في جزئيه المحلي واشوف ممكن شكل المنافسه يكون ازاي، لكن جمهور نادي الاهلي السنه دي عينه على التفوق القاري اكتر والتفوق العالمي، لان كاس العالم دي كلنا بنراهن عليها بشكل كبير جدا. فمين اللي ممكن يكون بينافس الاهلي في افريقيا، يعني سواء كنا بنتكلم على بطوله دوري ابطال او كنا بنتكلم على البطوله الجديده اللي هي الدوري الافريقي، شايف مين المنافسه بين الاهلي وبين مين السنه دي؟ هو انت شمال افريقيا لازم تحترمها، لكن لازم تعرف حاجه ان شمال افريقيا يشوف الاهلي كله، دي حقيقه واخد بالك. ولو تلاحظ لما بعد ماتش الوداد الاخير، مش احنا تعادلنا هنا 1-1 تقريبا، كسبنا هنا 2-1 ورحنا تعادلنا هناك 1-1، قلت لهم بصوا هنكسب لان انا عارف الفرقه دي بتعمل مليون حساب للنادي الاهلي، الاهلي بيرجع في اي وقت. فاللي اقصده الاهلي كبير وعدى حاجات كتيره جدا، ودلوقتي احنا بننتظر العالميه، دي حقيقه بصراحه. انا طموحي خلاص، طموحي بقى كبير لان انا املك كل حاجه عندي كويسه، فده يخليك يا استاذ احمد تطمئن ان احنا وصلنا عالميه. احنا دلوقتي ايه اللي ناقصنا؟ تخطيط موجود، اداريات موجود، حب موجود، كل حاجه كويسه، مدير فني موجود، لعيبه قدرات النهارده بفضل الله ثلاث ارباع المنتخب من لعيبه النادي الاهلي، فاللي اقصده كل حاجه موجود. فده الطموح، اكيد في منافسات، هتلاقي في المغرب، هتلاقي في فرق في المغرب، فرق في تونس، سان داونز في افريقيا، في فرق كتيره جدا. لكن معلش الاهلي من وجهه نظري انا بفضل الله تعالى، من وجهة نظري بفضل الله سبحانه ثم توفيقه، بالنسبة لي أنا رقم واحد. وبعديه بقى أحط الوداد وأحط سان داونز وأحط الترجي وأحط الرجاء، حط. لكن الأهلي بالنسبة لي ليه؟ كل حاجة يا أستاذ أحمد في النادي الأهلي بفضل الله تعالى كويسة. ليه الأهلي بيكتسب؟ ليه الأهلي بيرجع بسرعة؟ ليه الأهلي يمرض ولا يموت؟ الأهلي كبير، فأنا طموحي كبير، وفعلا الطموح ده في محله، والسنة دي بإذن الله تعالى وعلى مسؤوليتها هنحقق نتائج كويسة في كأس العالم بالأندية بإذن الله. وبالنسبة للبطولات، البطولات النادي الأهلي بفضل الله من وجهة نظري إلا لو اتعدم توفيق رقم واحد النادي الأهلي، وأكيد إن فرق أفريقيا في فرق كويسة جدا وفرق جيدة، بس الأهلي دايما خلي بالك النادي الأهلي طموحه كبير طبعًا. الأهلي تخطيطه ونظامه وقدراته والروح اللي عنده ما بتلاقيهاش في اي حد، الروح بترجع في ثانيه تحقق بيها بطوله. هل الاهلي من وجهه نظرك يقدر يحقق ميداليه جديده او مركز طبعًا جديد في بطوله كاس العالم؟ طبعا ان شاء الله، هو ده اللي بننتظره، ده اللي عاوزينه بصراحه. احنا عاوزين بقى كاس العالم للانديه، لان يعني النادي الاهلي بفضل الله تعالى قطع شوط كبير جدا عشان يوصل للعالميه، هو قرب من العالميه. قول لي ايه اللي ناقصه يا استاذ احمد؟ قدرات، شغل، ابداع، بطولات، كل حاجه. خد بالك احنا، خلي بالك النادي الاهلي في كام لعيب من النادي الاهلي المنتخب من النادي الاهلي، فاللي طول عمره كابتن ربيع طبعا احنا مره كنا بنلعب السودان هنا في مصر في بطوله امم، في تصفيات امم افريقيا، كانت في ساحل تسعه من ال 11 من النادي الاهلي. فطول عمر النادي الاهلي نادي الوطنيه، بيخدم منتخب مصر، بيخدم المنتخبات، شباب بيخدم، خد بالك فعلا نادي الوطني، نادي الاهلي فعلا، وموجود في اي وقت في اي وقت. فالله قصده العالميه هتيجي، بس ما هي مش جايه باي حاجه، لا جايه بنظام، جايه بشغل، جايه بتعب، جايه بجهد، جايه بتخطيط، جايه بنظام، جايه بقدرات فنيه. احنا عندنا قدرات فنيه على مستوى عالي، دي حقيقه. لما خليني اسالك بمناسبه القدرات الفنيه، ايه الاضافه اللي عملتها صفقات الاهلي الجديده؟ مودست يمكن ما ظهرش غير يعني مره واحده في ماتش المصري، لكن وحتى رضا سليم برضه، وهو رضا غاب عن مواجهه دوري الابطال بسبب الاصابه بتاعته. فشايف ازاي الاضافه الفنيه في المساحه اللي ظهروا فيها الفنيه امام دلوقتي او رضا
او مودست. بص انت بتجيب لعيب جديد ما بتكتشفش اللعيب في اول مباراه وثاني مباراه، انت تستكشفه في فرديات ومهارته. ايوه تقول عليه لعيب كويس ولا لا؟ شفت مودست حتى في التمرين؟ لا انا ما شفتوش. ما شفتوش. أي. فواضح انه لسه ففي لاعب بياخد وقت شويه، خد بالك. لكن اسم كبير، انت جايب اسم كبير. طب اسم كبير جدا ما فيهوش كلام، واخد بالك. اللي اقصده انت بتستكشف، هو امام عاشور كبير ولا لا؟ لعيب كبير بس لسه هيجي، هيجي منه دلوقتي ماتشين وثلاثه، احنا هو لعب 20 30 ماتش. أي. لسه خد بالك. رضا سليم لا لعيب عالي جدا، واضح لعيب بيبان، شخصيته بتبان، مهارته بتبان، وقفته على الكوره بتبان، تمريره بيبان، تحركه بيبان، كبير جاي القادم. هتشوف رضا سليم ده في الماتشات الجايه بامر الله تعالى ان شاء الله. طبعا بس كله هيجي وعلى اصابته، حتى لو جه بربع ب 25% الاهلي بفضل الله تعالى بيعمل اضافات كتير جدا للسعد، اضافات كتيره جدا للنادي الاهلي. فان شاء الله الثلاثه دول هيبقوا ناجحين، وان شاء الله هيفرقوا جامد جدا مع زمايلهم اللي موجودين من السنه اللي فاتت، وهيتالقوا وهيبدعوا وهيوفروا لنا النهارده وهيكسبوا لنا بطولات كتيره ان شاء الله، احنا في انتظارها باذن الله ان شاء الله بنراهن عليها. محليا كابتن ربيع، مع انطلاقه الدوري شايف المنافسه هتكون مع مين السنه دي؟ المنافسه هتبقى مع بيراميدز. مع بيراميدز بس. شايف الزمالك بعيد؟ الزمالك عنده ظروف، خلينا واقعيين، الزمالك عنده جمهور رائع بصراحه، زي جمهور الاهلي. انا من وجهه نظري جمهور الاهلي والزمالك دول ما فيش زيهم في العالم. يعني وجهه نظري انا، خد بالك. فالزمالك عنده ظروف صعبه جدا، اتمنى له طبعا التوفيق النهارده في ماتش افريقيا باذن الله. طبعا. لكن عنده ظروف. انا من وجهه نظري الاهلي بفضل الله تعالى، بفضل الله تعالى، ثم بعد كده بيراميدز بس. مش شايف حد تاني قريب من الصوره؟ هو كله بعث يعني، اول مباراه تاني مباراه هتلاقي الدنيا. في فرقه لفتت نظرك نقدر نقول عليها من يعني من الاسابيع الاولى كابتن ربيع ران عليها تبقى حصان اسود؟ الحصان اسود ماشي، هيبقى في اكتر فرقه في فيوتش على الحصان الاسود، خد بالك. بس لان هو اصل لسه ثلاث ماتشات ما يقولوش، او ماتشين اسبوعين ما يقولوش، خد بالك. انت عندك السنه اللي فاتت في 10 فرق كان بينافسوا هيهبطوا على نقطه او نقطتين. فاللي اقصده بعد الدقيقه زعلت ان اسوان تجربته ما كملتش. زعلت عشان الصعيد طبعا. أيوة. انا صعيدي وانا اشتغلت، عملنا مجهود كبير جدا انا والكابتن هيثم عرابي يعني، وتعبنا جدا. بنيتوا فرقه؟ عملنا فرقه رائعه، ناس راهنت عليها، فرقه كانت في قدمت مباراه كويسه، وللاسف 10 دقائق هبطوا يعني. اراده ربنا ان شاء الله يشتغلوا يبقوا موجودين، وبالتوفيق ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. تجارب النادي النوادي الشعبيه كابتن ربيع ليه ما بتكتملش؟ يعني مؤلمه. مؤلمه طبعا. انت ما بتعرفش، انا كنت اشتغل هناك بس مش مدرب. يعني احنا حسينا مثلا في تجربتك مع اسوان انه في اراده حقيقيه لدعم الفريق، في شكل حصل لاسوان ما شفناهوش من سنين طويله جدا، فكان في رهان على انه التجربه دي تنجح، على وعسى نشوف بقى المنصوره. ما بتعرفش المجهود يا استاذ احمد اللي انا عملته انا واستاذ هيثم، كابتن هيثم، مجهود. انا ما كنتش مدرب بس. ايوه. انا كنت بروح للمحافظ عشان الامكانيات، وكنت اروح لجاري الاعمال عشان عملنا معسكرات، واروح خد بالك ليه ما فيش. يعني هي قصه ظروف. قصه امكانيات طبعا، امكانيات، امكانيات جد صعبه جدا. احنا بنعتمد النهارده، كنت بعتمد على رجال الاعمال في المعسكرات، على المحافظ، في انه مثلا مره رحت له ادانا مليون جنيه لكل الفرقه. يعني فاللي اقصده في فرقه ثانيه متوفر عندها الملايين. كره القدم مش كده خالص. بحياتك دلوقتي كره القدم صناعه، والامكانيات السينما موجود، خد بالك، وتجيب لعيبه وتصرف ومعسكرات وفلوس ومقدمات للعيبه ومؤخرات، حاجات كتيره جدا. فحاولنا واجتهدنا واشتغلنا، وفعلا كان عندنا فرقه، لكن اراده ربنا يعني، هارد لك، والقاضي بيبقى احسن باذن الله. في حل ممكن يكون كابتن ربيع شايفه في قصه عوده الانديه الشعبيه؟ احنا بنتكلم النهارده على 18 نادي في الدوري، اقل من نصهم هي بس الانديه اللي عندها جماهير، او انديه ليها تاريخ، او انديه شعبيه، والباقي كله انديه حديثه او مستحدثه او تجارب استثماريه او هيئات او الى اخره. ما هي الانديه الحديثه يعني، انا خايف انه احنا بعد كده الدوري يصفصف على اهلي وزمالك. ما ممكن يلعبوا في المحافظات يعني، كل فرقه تاخد محافظه وتلعب وتلاقي الجمهور والانديه والجمهور يرجع يعني، يبقى انت بتمثل محافظه مثلا. انا مثلا 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 فاركو مثلا او اي، هروح مثلا العب في المنصوره مثلا، خد بالك هروح العب مثلا في اسكندريه. خلاص، خد بحياتك. احنا عندنا فهكذا كل لحد اصل بالطريقه دي صح، مش هترجع عندها الشعبيه. ترجع فين؟ قول لي ترجع فين؟ فين الامكانيات اللي ترجعها؟ فين الفلوس؟ فين القدرات؟ فين المصاريف؟ فين 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 كره القدم؟ الشركات هي اللي بتقدر. الشركات النادي بتقدر على مصاريف. انت عندك المعسكر بياتا بس يتكلف 250 300 الف جنيه و500 الف جنيه، بياتا بس عشان مباراه، معسكر واحد
ما بالك شوف عندك كام مباراه في الموسم، كام سفريه في الموسم، كام مقدمات، عاوز فلوس النهارده عشان اللعيبه تبقى موجوده وهكذا. فانا ممكن عشان نحيي الانديه الشعبيه او الاسماء او الجمهور تلاقيه مالي المدرجات، يبقى نلعب باسم الناس دي على ملاعبها ونملى المدرجات ونفس المكون يعني بنفس اسماء اللي موجوده، بس تروح تلعب في على ملاعب الانديه الشعبيه، بتهي بقى تحيه الدنيا شويه وحاله الكره شويه ومليت المدرجات، وبقى في منافسات وفي شغل شويه، في ابداع وفي ابهار. ده وجهه نظرنا. وانت معانا، وانت كنت برضو ليك تجارب مع منتخب مصر الشباب، يهمني ياخد رايك في تحدي او في ثلاث تحديات عند المنتخبات المصريه. عندنا امم افريقيا في بدايه السنه في شهر يناير اللي جاي، عندنا طبعا مشوار تصفيات كاس العالم هيبدا شهر نوفمبر على طول، وعندنا اولمبياد باريس. شايف فرص المنتخب المصري، شايف فتره او مرحله ري فيتوريا ازاي الاول، وشايف تقييمك لشغل الراجل مع منتخب مصر الاول ازاي؟ هو مدرب طبعا محظوظ، لان احنا كاس عالم بيمشي ثلاث نص كاس عالم، لان الامور اتسهلت دلوقتي. احنا كل سنه بنقول كده. لا 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 والله يا حبيبي، في حاجه، انت دلوقتي الاتحاد الدولي عامل حاجه جميله جدا، الاسماء الكبيره والدول الكبيره حطها على راس ايه؟ مجموعات. خلاص احنا لا هنقابل تونس ولا هنقابل المغرب ولا هنقابل السنغال ولا هنقابل اي حاجه، خلاص احنا معانا مجموعه هنقدر نكسبها ونكسحها بامر الله تعالى. فدي بامر الله تعالى، دي حقيقه. ما هو احنا السنه اللي فاتت اللي خرجنا في كاس العالم السنغال، خد بالك السنغال فيها محترفين وفي اسم تقيل، خرجونا من امم افريقيا وخرجونا كاس العالم. فاللي قصده كل التسع دول. ليبيريا قبل كده خرجتنا برضو من كاس. ليبيريا لا في تصفيات، في تصفيات. واحنا برضو على السواء ليبيريا برضو كان خسرنا وكنا بس عدم التوفيق، لكن كسبنا وقدرنا نوصل يعني. فاللي اقصده ان على راس مجموعه كل فريق كبير واسم كبير، فالناس التسعه هيوصلوا. فمصر بامر الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله، المهم ان احنا نحقق في كاس العالم نتائج، ادي حاجه. الحاجه الثانيه المنافسه الحقيقيه لفيتوريا، هو الجيل ده هو اللي هيمثلنا في كاس العالم، ولا شايف انه على فيتوريا انه راهن على تكوين جيل جديد لكاس العالم 26؟ ما هو ده مع ده، ما انت عندك الخبرات مع الشباب، فحش حاجه لوحدها، لا الشباب بس لوحده ولا الخبرات مهمه جدا. يعني مثلا محمد صلاح بعمره عنده ما عندوش يبقى موجود، هيصنع الفريق ويبقى موجود ويعمل اضافه للشباب الصغيرين. هتجيب عنصر الشباب هو يتمشي المركز، خد بالك. يبقى ده مع ده، مفيش كاس العالم بيحتاج طبعا الخبرات، خد بالك، مع الشباب. كاس الامم الافريقيه في ساحل العاج ده بقى تحدي قوي، تحدي قوي، هو ده التحدي الفعلي. التصفيات مش تحديات، مع احترام احنا مصر احنا اكتر بلد واخدين كاس امم افريقيا يا استاذ احمد، امم افريقيا احنا اكتر بلد، واخد بالك، وعندنا الاهلي فيها وعندنا الزمالك لما يرجع وعندنا 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 المواهب وعندنا القدرات. فده بالنسبه لامم افريقيا التحدي. انت مصدق ان منتخب مصر مع فيتوريا رايح ينافس على اللقب في كوت ديفوار؟ لا احنا لازم، احنا 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 بنرشح، احنا مصر بتبقى في الترشيحات. ومن وجهه نظري برضو رقم واحد مصر، هات بقى كوت ديفوار والسنغال والجزائر، مصر احنا اكتر بلد واخدينها. لكن يعني انا عارف ان احنا التحدي بقى بتاعه هو، ما احنا كنا رايحين مع كيروش برضو بطولة أمم أفريقيا، بس ما كناش مصدقين إن المنتخب ممكن يوصل المباراة النهائية. أنا من وجهة نظري كيروش نجح بامتياز مع منتخب مصر، وصلك للنهائي، فيش ضربات جزاء ما حصلش، والراجل عمل فرقة وعمل وجوه جديدة وعمل منتخبين، وكان عدم التوفيق في ضربات الجزاء. ضربات الجزاء إن عمر صلاح ما ضيع، عمر زيزو ما ضيع، خد بالك، عدم، لكن الراجل بصراحة وشخصيته كانت باينة في المنتخب. أصل مدرب شخصية، شخصية المدرب في مهارته وشغله وفكره وفنياته. يعني كيروش افضل من فيتوريا من وجهه نظرك؟ لا هو المقارنه لا تجوز. لا انا مش عاوز يعني، عايز تقارن. الراجل اصل موجود دلوقتي، احنا لازم نبقى في ظهره ونساعده طبعا ونديله، وان شاء الله يحقق اللي اقصده. انا بقول كيروش لانه عمل نتائج كويسه وعمل صناعه. في مدرب يعرف يصنع تيم وفي مدرب ما يعرفش يصنع تيم، خد بالك دي مهمه جدا. فصنع تيم كيروش، عمل تيم وعمل نتائج، وعدم التوفيق اللي ما خلوش ياخد كاس افريقيا وكاس العالم، مع مين؟ مع السنغال، مع النجوم، مع القدرات. فالراجل عمل وعمل تيم وجاب وجوه جديد وصنع وجوه جديده وما خافش وجريء جدا وشخصيته كان عاجبني. انما فيتوريا بامر الله مدرب كبير ان شاء الله يحقق، واحنا في ظهره وهيحقق، وباذن الله تعالى ياخد امم ويوصل كاس عالم، واحنا في ظهره ونتمنى له كل التوفيق ان شاء الله تعالى. مع فكره المقارنه بين الاجيال يا كابتن ربيع ولا لا؟ لا ما بتحبش ده، فيها ظلم. ما فيها ظلم. النهارده حضرتك ما ينفعش، كل جيل بيجي بنجومه، كل جيل بيجي بقدراته، كل جيل بيجي بقى، انت ممكن تلاقي 20 نجم في الجيل ده موهوبين، والجيل اللي بعده تلاقي 10. ممكن فكل دي حاجات ربنا، ثم بقى يعني دي حاجات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، زائد بقى الشغل والتاسيس والتمرين والمواهب والكوره والزمان والتاسيس وطلع ازاي. لكن ما اقدرش اقول النهارده الجيل ده هو احسن جيل، لا. كل جيل انا من وجهه نظري
النادي الاهلي من 1923 كل جيل جه في النادي الاهلي صنع، كل جيل تعب، كل جيل اجتهد، كل جيل حافظ، كل جيل كسب بطولات، كل جيل عمل للنادي الاهلي. ده من وجهه نظري انا. الجيل اللي موجود دلوقتي مظلوم جماهيريا؟ الجيل اللي دلوقتي جيل ده، جيل ده عمل بطولات محدش عملها. هو جيل طبعا كبير جدا. بس اتحرم الجمهور. انتوا لعبتوا مفيش ماتش؟ مفيش كلام، مفيش ماتش. يعني ما لعبتوش كامل العدد. احنا ادينا 80 90 الماتش اللي ما كانش فيه 60 70 الف. لا احنا اتعودنا على الجمهور، ومن غير جمهور ما كناش نعرف نلعب. الجمهور ده شايف انه غياب الجمهور على المدرجات طبعًا اثر على طبعًا. سيبك من الحضور، وسيبك من العوائد الماديه والماليه لفكره الحضور ده، لكن انا بتكلم كوره طبعا. عدم الحضور الجماهيري في المدرجات اثر على كوره الجيل ده طبعا. هو ده احنا في الماتشات الافريقيه والدوليه، بس لما نقف في السلام الجمهوري والجمهور كانت عيننا بتدمع. الجمهور ده الجمهور ده مهم جدا. الجمهور خليك تطلع اللي عندك، الجمهور بيديك ثقه. الجمهور خلي بالك كنا بنحتاجه في ماتشات مهمه جدا. الجمهور ده خد بالك كان بيبقى رقم واحد عندنا. بننزل بس مدرج ان احنا نحط رجلنا في الملعب، والاحماء صوت الجمهور ده كان بيخلينا واقفين بفضل الله تعالى. دي حقيقه. وخاصه جمهور الاهلي، جمهور الاهلي ده جمهور عظيم وجمهور كبير. وانت خلي بالك النادي الاهلي كان بيكسب في الثانيه الاخيره بفضل الله ثم اضافه الجمهور. فالنادي الجمهور بيفرق طبعا على مستوى منتخب مصر والنادي الاهلي. مباراه امبي في دقيقه عشان وقتي، شايفها ازاي قبل نهائي كاس مصر والدوافع اللي موجوده؟ اعتقد ممكن تكون كمان مشروعه بالنسبه للامبي، لانه واحده من دوافع مش بس وصول المباراه النهائيه، لكن كمان التاهل للمشاركه في كاس السوبر او بطوله السوبر في شكلها الجديد. ان شاء الله نوفق. احنا يعني انا ما عنديش خوف الا لعدم التوفيق. عندي قدرات، عندي جهاز فني، عندي اداره، عندي جمهور، كل حاجه بفضل النادي الاهلي كويسه. ان شاء الله الاهلي يكسب وحقق نتيجه كويسه ويوصل بامرنا المباراه النهائيه باذن الله. صحيح. يعني ممكن واحنا كنا بنتكلم وكابتن ربيع بيتمنى التوفيق للزمالك، يمكن الزملاء بيبلغوني انه الزمالك استقبل هدف اول في المباراه، وده عقد الحسابات بشكل كبير، لانه ما زالت قاعده الهدف طبعا خارج الارض بهدفين، فبالتالي الزمالك محتاج اربع اهداف. انا شخصيا اتمنى التوفيق للزمالك كلنا، واتمنى التوفيق لكل الفرق المصريه في كل البطولات الافريقيه. استمتعنا بوجودك كابتن ربيع. شكرا. شكرا استاذ، ونتمنى اللقاء يتكرر قريب مش بعيد. تحت امرك في اي وقت. شكرا جزيلا. موفق موفق. شكرا جزيلا على وجودك معنا، وشكرا لحضراتكم على المتابعه. بكره حلقه جديده من السادسه، تحياتي لكم.